رحمه الله تعالى ورجعته معكم استاذ حمزه النصيري من ثانويه الفرابي التيريه مديريه القيد صالح. نعم نواصل تقديم دروس الرياضيات لمستوى جامعه الشارقه العلمي. نعم قد توقفنا في الفيديوهات السابقه عند هذا التعريف اللي هو تعريف تساوي دالتين على عدديتين. فكما رايتم من قبل فعند خلق او اعطاء معنى لكائن ريادي معين فنطرح سؤال ما معنى تساوي كائنين رياديين مثلا اعداد جذريه. فعند تقديم اعداد جذريه او الاعداد الكسريه طرحتم سؤال تساوي عددين جذريين فانت تقول ان عددين جذريين متساويين وكذلك تطرح سؤال مثلا شنو هو العمليات اللي ممكن نعرف عليها الاعداد. نفس الشيء درتو مثلا بالنسبه للمتجهات المتجهه هي واحد كائن ريادي كما قدمته تضم ثلاث معلومات تضم الاتجاه والمنحى والمنظم فتساوي المتجهتين هاك عرفناه هو تساوي هاك المعلومات الثلاثه. نفس الشيء بالنسبه للدوال دوال عطينا تعريف للداله هي علاقه من ا نحو ا او العلاقه تربط كل عدد اكس اكثر بعدد واحد يسمى صوره هذا العدد. فهنا سنتطرق لتساوي دالتين عددين تعطي معنى لهذا التساوي وهو سنعمل عليه طيله ثلاث سنوات ثانوي التأهيل. فيما بعد ستجدون تعاريف اخرى. نعم والذي يهم هنا هذا التعريف. نقول ان دالتين اف وجي متساويتين ونكتب اف يساوي جي اذا كان لهما نفس مجموع التعريف. انا غادي غير نقرا الشيء شمتوه هنا وهي طريقه اخرى غير هذا الشيء مكتوب. نقول ان دالتين متساويتين ونكتب اف يساوي جي اذا كان لهما نفس مجموع التعريف ولهما نفس الصور. فلاحظوا معي هنا هذا رمز يساوي استعملناه ثلاث مرات ولكن يوجد اختلاف كبير بين هذه الاستعمالات. فالاستعمال الاول هذه تساوي الاولى هي تساوي الدوال يساوي الدوال لا تساوي دالة. أما يساوي الثانية فهي يساوي تساوي مجموعتين ولها نفس ما لها معنى آخر. وتساوي مجموعتين يعني أنهما نفس العناصر ممكن أن تختلف كتابتهما ولكن ممكن أن تختلف كتابة هذه العناصر ولكن نفس عندنا نفس العناصر. تساوي مجموعتين معناها تساوي عناصرين. ولاحظوا معي هنا لكل إكس تساوي الدالة دالة فهي الدالة. نعم اجتمع هذا التعريف فراهي ما يفي اكس كما قلنا هو عدد لان كملاحظه اف وجي دالتين عدديتين فمعنى دالتين عدديتين يعني الصور التي تعطيونا هي اعداد حقيقيه دالتين عدديتين يعني اف اكس وجي ثم اعداد لانها تساوي عندنا هي تساوي عددين. حاولوا تفقدوا البال من هذا الاختلاف فهنا تساوي دالتين معناه تساوي مجموعتين تعريفهما وكذلك تساوي الصور لكل اكس من داف فاكس له نفس الصوره بالداله اف ونفس الصوره بالداله جي. نعم في هذه الحاله نقول انهما متساويتان لكن لاحظوا معي عدم تساوي هاتين الدالتين يعني العكس يعني ان هذين الشرطين غير محققين. لاحظوا معي او لا هذا الشرط غير محقق وهذا الشرط مكون من شرطين فتساوي الدالتين يعني انهما نفس مجموع التعريف ونفس الصور. عدم تساوي هذين الدالتين يعني ليس لدينا هذين الشرطين على الاقل واحد فيهم صحيح يعني باش يكون هذا الشيء صحيح خاص يكون هذا وهذا هذا الشيء المعنى ما صحيحش اذا واحد فيهم مختل اذا هذا المعنى او هذا يعني ليس لهما نفس مجموع التعريف او ليس لهما نفس الصور. نشوفوا نضربوا غير هذا ليس لنا نفس مجموع التعريف يعني دي اف وخارج دي جي فدي اف يساوي دي جي قلنا معناه هو ان لهما نفس العناصر كيف المجموعه هما نفس كيف المجموعه. عدم تساوي هاتين المجموعتين يعني ان اكيد على الاقل يوجد عنصر اكس ينتمي الى هذه المجموعه ولا ينتمي الى هذه المجموعه او يوجد عنصر هنا لا ينتمي الى هذه المجموعه. نعم وشوفوا معي تحقق هذه الخاصيه كيف تكون لكل اكس من دي اف عندنا اف اكس تساوي جي اكس جميع عناصر هذه المجموعه تحقق هذه العلاقه فنفي هذه العباره كيف ما تشوفوا في نظر المنطق او عدم تحقق هذه العباره يعني ان واحد على الاقل واحد فيهم ما تحققش هذا الشيء وغادي نشوفوا الشيء اذا
هذه العبارة ما توسعها إذا وجد إكس لا ينتمي عفوا إلى الدهاف لا يحقق هذه العبارة، وبالتالي قد نلخصها شيء فتساوي دالتين يعني تساوي مجموعتين تعريفهما وتساوي الصور. عدم تساوي هاتين المجموعتين يتعلق أنها توجد دوال عفوا هي متساويتين إذا لم تكن لهما نفس مجموعة التعريف أو وجد عدد له صورتين مختلفتين لدالتين اخرى جمع. بعض الامثله غنشوفو طبعا اليوم جوج بعض الامثله مع اللي بدل التساوي تساوي ما بين غنشوفو امثله ديال جدا الدوال اللي غيكونوش متساوي. الحاله الاولى اللي غنشوفو في هذه الحاله غيكون عندنا هذا الشرط مختل، وفي الحاله التاليه غادي يكون عندنا اختيار هذا الشرط. تمام لاحظوا معي هنا الداله الجاي تساوي اكس كتاب بسيط فقط هي لتثبيت هذا المفهوم مفهوم تساوي دالتين، واش اف اكس تساوي اكس زائد على اكس. اذا هذه داله حدوديه اذا مجموعه التعريف ديالها هي اف. ما كاينش شي عدد اللي تيخلق لنا حساب الصوره ديالها تخلق لنا اشكال اذا مجموعه التعريف ديالها هي اف. لاحظوا معي هذه الداله اكس زائد على اكس كاين اللي غيقول لي غيختزلوا غتولي هي اكس على اكس على واحد غنختزل اكس غتبقى اكس لا غتولي هي الجد. لا هنا في الاختزال ضروري ان يكون العدد الذي نريد ان نختزل به غير منعم غير معدوم. ما عندكش الحق انت تختزل به الا اذا كان غير معدوم. اصلا احنا مازلنا في بدايه تحديد مجموعه التعريف، ولتحديد مجموعه التعريف ما كنوضعوش الشرط ديال الاختزال وانما كنوضعوش الشرط انت عندنا القدره على حساب الصور. الى مجموعه التعريف إذا خاص المقام خاص يكون يخالف الصيغة إلى مجموعة التعريف هي إف سيغما. علاش غنستنتجو؟ ما عندناش نفس مجموعة التعريف، إذا دي إف تخالف دي جي. ما عندناش نفس مجموعة التعريف، إذا دي إف تخالف دي جي. الخيار في البين وهو أنه يوجد عنصر في هذه المجموعة غير موجود في هذه المجموعة وهو الصفر. نعم، إذا إف تخالف الجي، لأن دالتين اف وجي غير متساويتين، لماذا ليس لدينا التساوي؟ لأن مجموعة التعريف مختلفة. نعم مزيان، لاحظوا معايا المثال الثاني، نعتبر دالتين اف تساوي والجي تساوي، تم دالتين حدوديتين، إذا مجموعتين تعريفهما هي اف. إذا عندنا نفس مجموعة التعريف، اف تساوي دي جي. نعم وهنا غيطرح اشكال كبير في الفهم. كيف ما قلنا هذا يساوي هو التساوي ديال مجموعتين تعريف مجموعتين تساوي مجموعتين، لان هذا يساوي هذه هي تساوي دالتين. ولكن نحن الان بصدد طرح هذا السؤال اف يساوي جي. رجعنا نتفهموا هذا الشيء تنقول طرحوا هذا السؤال تساوي دالتين. وشفتوا انتم في الدرس ديال الحدوديه تساوي حدوديتين، واش هذاك المعنى ديال تساوي حدوديتين نفس عنده نفس معنى تساوي دالتين؟ فكيف ما شفنا من قبل تساوي حدوديتين يعني تساوي حدودهما عفوا معاملتهما، هذا هو معنى تساوي دالتين. لكن الان نحن بصفه معرفه تساوي دالتين واشكال عندنا نفس الترميز. إذا ما كانش عندهم نفس المعنى تساوي الدالتين تساوي هذين التعريفين كدالتين هو نفس تساويهما كحدوديتين غادي عندنا إشكال في هذا المسألة، ولكن لحسن الحظ غنصيغوا نفس المعنى. نعم لاحظوا معي هنا تساوي الدالتين هنا يعني تساوي مجموعتين تعريفهما وتساوي تساوي الصور. نعم فهنا لاحظوا معي نفس مجموعة التعريف غنطرحوا السؤال واش عندنا نفس الصور؟ باش نطبقوا هذا السؤال ممكن انا كان طريقه مثلا غتبان ممكن طرح هذا السؤال مثلا ليكم اكس ينتمي الى واحد ونحسب الفرق اف اكس ناقص جي اكس شوف شحال يساوي نشوفوا واش فعلا يساوي الصفر واش فعلا يساوي الصفر كيف ما بغا يكون اكس اذا كان يساوي الصفر اذا هذه كتساوي نعم الفرق هنا مثلا غتشوفوا غايب هاد بلوك اكس شحال تكون بين خمسه نعم عطوني اكس و سي 2 5 هذه ناقصه عطوني لنا
هي ناقص اللام. نعم لدينا هذا العدسه ناقص هذا يساوي العدد، لان هذا ناقص هذا ناقص 5 اكس، وهو ناقص 4 ناقص 4 يساوي 5. واش هذا الشيء يساوي الصفر لكل اكس في ا؟ لا، يجب مثلا اكس يساوي الصفر كعدد، اقسم بالخارج الصفر، شديك مثلا اكس يساوي 1، 1 ناقص 2 ناقص 5 ناقص 7 زائد 5 يساوي ناقص 2 يعني خارج الصفر، واش هذا الشيء يساوي الصفر لكل اكس في ا؟ لا. إذا أنا من غير النهاية ممكن ما نحسبش على كاع هذا الحساب، يجي فقط أرى الصورتين لتباين لي ما عرفناش الصورة، مثلا شوف راه باين بيت بسيط والصفر، أعطيت لك الصفر أعطينا الأكس شحال كتساوي 4، جيت تساوي ناقص 1 ناقص 1، ما عندوش هذا الكاس ديال إكس ديال هذا، إذا لدينا شوف مزيان إف لي صفر شحال كتساوي؟ حسبوا إكس صفر خطايا 4 و جي لي صفر نفس العدد إذا إف بي صفر يخالف جي صفر، واش هذا التصريح؟ واش هذا غير تصريح؟ أن عندنا التساوي لكل إكس من دي إف؟ لا، فصلنا واحد العدد ما عندوش نفس صورة الدالتين، إذا ما بقاش عندنا التساوي ما بين الدالتين إف و إف واش؟ إذا غنطرح هذا السؤال باش غنعرف أنا هذا الصفر. باش نعرف انا هذا العدد اللي ما عندوش نفس الصوره الداله اف، فكطريقه عمليه هي اللي تسمح لنا كنحسبوا الفرق، اذا كان الفرق يساوي الصفر غير مرتبط باكس بقيمه اكس، فهنا عندنا تساوي لان اف اكس مع جي اكس، اذا كان تيبان لنا ان ذاك الفرق مرتبط باكس، فتيبقى اكس تعطي القيمه العرضيه من اكس التي من اجلها يكون الفرق مخالفا للصفر، اذا باش نستنتجو اذا اف جي غير تساوي اف يخالف كما قلت هذا الاختلاف هو اختلاف دالتين اختلاف دالتين اف يخالف جي كدالتين غنشوفوا واش فعلهم مختلفتين كحدوديتين فكما قلنا حدوديتين باش يكون التساوي خاص بعض الناس العوامل نفس العوامل فشوفوا العوامل هذه هما مختلفين نصبنا عامل مختلف هذا العامل المخالف هذا اذا الحدوديتين مختلفتين نعم مزيان كنظن ان هذا الشيء راه واضح نشوفوا هذا التعريف وتعريف لمنحنى دالة لتكن إف دالة عددية فالتعريف دالة عددية هي علاقة بين إف و إف تربط كل عدد حقيقي على أكثر عدد حقيقي هو واحد ننسب المستوى بي مستوى بي شكون شكون هو المستوى فقط نأخذه في أي مستوى نعم مثلا المستوى فهو هذا الشيء اللي كتشوفوه من السبورة هذا الشيء اللي كتشوفوه من السبورة أش كتشوفوا؟ كتشوفوا الطول والعرض ما كتشوفوش السم فهذا هو المستوى ولكن غير محدود نفس الشيء بالنسبه للمستقيم فهو هذا الخط هذا ولكن كناخذ معايا جزء اللي نخدموا منه نخدموا عليه ولكن فعلا هذا غير ممتاز غير محدود لنا طرفين نعم ننسب المستوى بي الى معلم اخ و اج فقط معلم انا نعاود نذكر بهذا التعريف معلم فمعلم المستوى اخ و اج هو معلم المستوى يعني فقط او نقطه بهذا المستوى و اي و جي متجهتين غير مستقيمتين فلتكوين معلم المستوى يجب اعطاء متجهتين غير مستقيمتين لان في حاله اذا كانت هاتين المتجهتين مستقيمتين فهنا كما شفنا في درس مستقيم في المستوى الاولى معلمة المستوى فاذا كانت متجهتان مستقيمتان فجميع النقط تنتمي المستقيم الحامل هاتين المتجهتين يمكن تعبيرهما بهاتين المتجهتين، اما جميع النقط الاخرى فلا يمكن كتابتها بدلاله اي و جي، ولكن اذا كانت هاتين المتجهتين غير مستقيمتين فنسقط على المتجه حامل المتجهه الاولى وحامل المتجهه الثانيه، نعم المارمن او في المارمن او، وسنجد ان جميع النقط لها احداثيات اكس واي واي واحد. نعم هذا هو تعريف معنى في المستوى وهو ان او نقطه و اي جي متجهتين غير مستقيمتين منحنى الداله اف او التمثيل البياني للداله اف هو جزء من المستوى بي هو جزء من المستوى بي نور المستوى سي اف نقول بما فانكسيون اف والمعرف بما يلي هو جزء من المستوى المستوى مش مكون من نقط اذا النقط ذات احداثيه في اكس كيف اكس ينتمي لها بي لان راه دخلنا واحد الشرط أن هذه النقطة هي شيء تكتب إحداثية الدالة، تكتب إكس إف إكس، الأرتوب والصورة في الصورة، وكشرط باش نحسبوا الصورة.
سوا كونسول كونسول خاص يكون تحتوي دي دي اف مجموعه تعني الداله اف، وبالتالي سي اف هو جميع نقط المستوى او عفوا مجموعه نقط المستوى التي افاصيلها تنتمي الى الدي اف والتي هي صوره افاصيلها للداله اف، او بتعبير اخر نقطه من المستوى تنتمي الى سي اف يعني ان المفصول ينتمي الى مجموعه التعريف والارجل وصوره مفصول الداله اف. نعم، فكتمثيل لكي تطلعها هذا المعنى مثلا كتشوفوا انتم من قبل في درس الدوال السنه الثالثه الاعدادي الدوال التالفيه وشفتوا بان درس الدوال التالفيه فتمثيلها يعني هو مستقيم يكون ما بين اصل المعنى اذا كان مفصول عند الاصل يساوي صفر، فالعرض هنا مثال بسيط في الحاله العامه مثلا صفر هو جزء من المستوى بحيث كل نقطه من نقاطه كل نقطه من نقاطه اذا كان مفصولها اكس فارتبها اف ل اف اكس. وبالتالي هذا الجزء نعطيه بعض الملاحظات، هذا الجزء لا يمثل الا على الاعداد التي تنتمي الى مجموعه التعريف لا يضم الا نقطا افاصيلها تنتمي الى مجموعه التعريف والصور تكون والتي هي الصور التي العدد بالداله اف. نعم مثلا نكمل نعطيو بعض الملاحظات في ملاحظة بسيطة وشوفوا معايا إذا خديت مثلا مستقيم دي ملاحظة شرعية مستقيم دي ذو المعادلة إكس يساوي أ بحيث أ ينتمي إلى إف هذا المستقيم فتعريفه هذه معادلة مستقيم في مشروع درس المستقيم موازي المحور أ الآلتي أو بتعبير آخر ممكن تتوقعوا بهالطريقة هذه مستقيم دي هو المكون من جميع نقاط المستوى التي افصولها يساوي با يعني جميع نقاط المستوى التي افصولها يساوي با مثلا اذا كان ا هذا جميع النقاط هو هذا المستقيم الموازي للمحور الاتي والذي يمر من هذه النقطه التي افصولها با يعني جميع نقاط جميع نقاط هذا المستقيم فافصولها يساوي با. فهنا غنطرحوا هذا السؤال ما هي نقطة التقاطع أو مجموعة التقاطع المستقيم دي مع السي اف؟ نعم ممكن يطرح لنا سؤال حدد مجموعة أو لا نقط أو مجموعة تقاطع السي اف مع هذا المستقيم ممكن نعبر عليها بطريقة أخرى حدد مجموعة نقط تقاطع السي اف مع المستقيم دي أول شيء المستقيم دي هو النقط التي أفصولها يساوي أ، إذا غطرحنا السؤال بطريقة مثلا حدد نقط السي اف التي أفاصيلها تساوي أ، إذا النقطة إم ذات إحداثيات إكس إيكغيك لكي تنتمي إلى التقاطع تنتمي إلى السي اف تقاطع دي يجب أن يكون أفصولها أول شيء ينتمي إلى دي اف أول شرط و إكس هذه المجموعة بعد النقطة إم تنتمي لهذا المستقيم اللي هو نقط سي إف نقط المستوى التي أفصلها يساوي أ، إذا إكس خاصه يساوي أ، زين وهذه النقطة يجب أن تنتمي إلى سي إف، ما معنى تنتمي إلى سي إف؟ يعني خاص الأرجوب يكون هو صورة أفصل الدالة إف لي، خاص إكس يساوي إف لي إف إكس، وبالتالي خاص يكون عندنا آخر أن إكغيك يساوي إف لي إف إكس، نجمعوا هذا الشيء كامل، خاص يكون عندنا إكس ينتمي إلى دي إف إكس راهو أ. نجمعوا هذو جوج ناقص وعندنا ا ينتمي الى دي دي اف و ايكغي يساوي اف اكس اف اكس هو نعم هو ا اذا ايكغي يساوي اف ل ا فشوفوا معايا اعطيت ا ينتمي الى اف اذا كان ا ينتمي الى دي اف فعلا يوجد تقاطع وينحدوا المعنى اذا كان ا لا ينتمي الى دي اف اذا الشرط الاول اصبح اذا هذه ما كانتش عندها المجموعه الفارغه التقاطع مجموعه فارغه إذا كان لا ينتمي إلى مجموعة التعريف فالتقاطع مجموعة فارغة، وإذا كان ينتمي إلى كان أ ينتمي إلى مجموعة التعريف، فلاحظوا معي فالنقطة النقط هذه النقط اللي هما تنتمي لمجموعة التقاطع، غادي يكون عندهم أرسول تساوي أ، والأرسول هو إف لهم، فلاحظوا معي أ راه نقطة من العدد، والصورة كي غتكون صورة وحيدة، إذا كنتحدثوا على نقطة وحيدة وحيدة. لأننا ممكن نصيغ هذه الخاصية من هذه الملاحظة، فإذا وجد تقاطع ما بين السي اف ومستقيم موازي المحور الآتي، فهذا التقاطع هو نقطة وحيدة، نعم؟
نعم وكمثال هو التقاطع مع محور القلم التي غندير دابا العكس ونعطيو مستقيم معادلته اي يساوي اقي ان مستقيم بي معادلته اي يساوي العدد بي فهنا لاحظوا معي بي ينتمي الى فهذا المستقيم يمكن قراءته بهذه الطريقه هذه وجميع نقاط المستوى التي ارتبها يساوي بي حينما تنبه هنا مثلا فهذا المستقيم هو هذا المستقيم موازي لمحور الافاصيل فجميع نقاط كتساوي الارتب ديالها كيساوي بي يلا لاحظوا معي هنا غنطرحوا السؤال التقاطع التقاطع كما غادي نتبع المقطع ديال نفس الطريقه فالتقاطع ام الذي هي اكس اي تنتمي الى التقاطع بين دي والسي اف اش كيعني كنطرح هذا السؤال قلت لكم بيحدد نقط حدد نقط السي اف التي ارتبها يساوي بي نقط السي اف يعني تنتمي السي اف يعني خاص اكس ينتمي لدي اف و اي يساوي اف دي اكس هذا يعني الانتماء الى السي اف و الارتب يساوي بي يعني ان اي يساوي بي نعم نجمع هذا بجوج باش نعطينا اكس ينتمي الى دي اف و عفوا Y يساوي بي و Y يساوي بي إذن F إكس يساوي بي وبالتالي نقط تقاطع السي إف مع هذا المستقيم هي نقط المستوى التي أفاصيلها تنتمي إلى دي إف و صور هذه الأفاصيل هو العدد بي وبالتالي لتحديد هذه النقط يجب تحديد فقط إكس و إكس راح يكون غادي حل المعادلة F إكس يساوي بي وبالتالي نقط التقاطع هي النقط التي تنتمي الى عفوا الى هي النقط التي وحداتها ترتب على شكل اكس اف دي اكس بحيث اكس يحقق هذه المعادله اف اكس يساوي بي و اكس ينتمي الى دي دي اف نعم وانا كنت عندنا معادله راهي حلوه كنكون عندنا امثله للمبسط في حل هذه المعادله نعم غنعطيو واحد مثال في معالجه هذه الاسئله نعم بسيطة لدينا هذا المثال نعتبر هذه الدالة F معرفة مثال فقط تعبير بسيط لكي نعالج هذه الأسئلة التي تطرقنا لها بشكل نظري أول شيء حدد سؤال حدد مجموعة التعريف تطرقنا في فيديوهات سابقة لتحديد مجموعة التعريف تعبير في القيمة المطلقة طبعا القيمة المطلقة معرفة على F وبالتالي مجموعة التعريف هي يعني ممكن نطرحوها ممكن نجربوا اولا دي اف يساوي يعني ما فيها حتى شي صوره لا يوجد اي عدد يخلق لنا اشكال في حساب صورته نعم ثانيا حدد نقط السي اف التي ارتبها يساوي 2 حدد نقط السي اف التي ارتبها يساوي ناقص عفوا 2 مثلا لمعالجه هذا السؤال مثلا نقط السي اف التي ارتبها يساوي 2 اذا لنحدد نقط M ذات إحداثية تمام مزيان يعني غادي نحاول نرجعو كل مرة نقط السي إف التي أرتبها يساوي ناخذ الأرتب يساوي 2 يعني الأرتب معطى يعني تبقى لي أفصول لنحدد الأفصول ذات إحداثية إكس 2 وغادي نزيدو أن هذا ينتمي إلى السي إف بحيث نعم ماذا تشعر أن تنتمي السي إف أن هذا الأرتب يساوي صورة الأفصول يعني أن 2 يساوي F لي F إكس نعم لاحظوا معي كيفاش رجعت أنا لنحدد نقط السي إف التي أرتبها 2 النقط التي أرتبها 2 ما تبقاش تحدد أرتبها غير الأفصول ولكن كان انتماءها إلى السي إف يعني أن الأرتب هو صورة الأفصول بالدالة F يعني إذا لدينا حلقة في مهلي نعوض F إكس تعبيرنا غتولي عندنا القيمة المطلقة إكس ناقص 5 يساوي 2 إذا حاول لا نتقلب على إكس القيمة المطلقة إكس تساوي لو تجربت وليس 7 إذا هذا العدد قيمة المطلقة تساوي 7 مسافة على الصفر تساوي 7 إذا فهو يساوي 7 أو ناقص 7 يعني إكس يساوي 7 أو إكس يساوي ناقص 7 إذا ما هي القيم الممكنة أو شكون هما النقط التي تحقق هذين الشرطين انتماء إلى السي إف والأرتب يساوي 2 هي النقط التي أفاصيلها إكس وأرتبها 2 بحيث إكس عنده قيمتين ممكنتين إذا
ماشي ناخذ ام سبعه وام واحد، ان الاثاثيات ناخذ هذا الحل الاول، سبعه اثنان و ام اثنان، عند الاثاثيات ناقص سبعه اثنان، ما هادش النقط هادو تنتميان الى السعر و ارتوهما يساوي اثنان، ارتوهما عطيكم هنا اش غادي نقولو تنتميان، ولكن هنا غير التعبير غير دقيق، لان فاش نقولو اذا لو كتبت هذا التعبير اذا ام واحد و ام اثنان هما نقطتان تنتميان الى السي اف و تو هو يساوي اثنان، تبقى تطرح السؤال واش فقط كاين غير هما؟ فعلا كاين غير هما، لان هذا المعنى خاصو يتضمن في التعبير ديالي، اذا شنو نقولو مثلا ام واحد و ام اثنان هما نقطتي السي اف اللتين و تو هما يساوي اثنان اثنان، هما نقطتين سيف نعم نعم كاين غير عندنا جوج نقط، نعم نقول السؤال الثالث، حدد نقط السيف التي افصلها يساوي ناقص ناقص واحد، التي افصلها يساوي ناقص واحد، نحاول نجاوبوا على شفهية ما كاينش مشكل في الوقت، فلاحظوا معي نقط السي اف التي افصلها يساوي ناقص واحد، لان هذه النقط ما يكون عندها شكل ناقص واحد افصل تحدد، وهنا تبقى يكون تحدد الارتوب، ولكن الارتوب مادام هي نقطة تنتمي للسي اف الارتوب غيكون هو الصواب افصل، يعني غتولي عندنا اف ناقص واحد ناقص واحد، اف ناقص واحد غتولي عندنا غير صورة واحدة، ام ناقص واحد نعطي اكس ناقص واحد، تعطينا ام ناقص واحد هي واحد ناقص خمسة هي ناقص أربعة، لأن هذه هي النقطة الوحيدة التي أفصلها يساوي ناقص واحد، وبالتالي كما قلنا من قبل في الأول، فالتقاطع مع المستقيم الموازي للمحور أو عند تحديد أفصول، تعقيم المفصول، لا توجد إلا نقطة وحيدة، إذا وجدت فهي وحيدة تنتمي إلى السي إف وإلى هذا المستقيم. نعم سأكتفي بهذا القدر، وفي فيديو الموالي إن شاء الله سأتحدث عن حل بعض المعادلات والمتراجحات باستعمال التنتمي الياني لبعض المعادلات العددية، فإلى ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.